أنا مهجة النشر، حرم المرحوم عطية أبو سري. لا حول ولا قوة إلا بالله. عطية مات. بقى في حياتك يا مدام، اجعلها آخر الأحزان. أنا محسن هنداوي، صديق المرحوم. ميرسي أوي محسن بيه على حضورك. لا على إيه؟ شد حيلك. آه إحنا كده. آه الميت بيرتاح والحي هو اللي بيبقى تعبان. أي والله. لا 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 اجمدي امال اجمدي يا مدام اجمدي كده ها لازم تجمدي انا جمدت خلاص مستي ما تجمديش قوي كده يعني هو كان غلط كده بس الله يرحمك عطية والله والله ما اعرف الا دلوقتي عطية كالرجولة كالرجولة طول عمره كان يحب الضحك والفرفشة اي والله بس شهادة لله كان ذوقه حلو وكان يحب يمتع نفسه وكأنه يا حبيبي كان حاسس انه ماشي يا حبيبي اي والله انا اللي كنت جاي اشوفه الاقي نفسي جاي اعري فيه قصدي اعزي فيه تعرفي حضرتك ما كنتش اقول له بليه طاطا اي والله كان يحب كلمه طاطا دي قوي بدلعه طاطا اخبارك ايه طاطا وهو بقى يقول لي يا ميح لان انا محسن قولي ازيك يا محسن محسن وطاطا كان حتى في الشارع معروفين محسن جيت طاطا راح طاطا جيت جيت فواح اللي انت بنتك تروح يا حبيبي يا هاشم قهوه والبي بيرة ساعة محسن بيه هنداوي سيادتك انا اسمي رأفت شغال هنا انا من اشد المعجبين بسيادتك سيادتك تعتبر مثل اعلى لكل الشباب انا سيرفست على سيادتك من 10 سنين في المطعم الصيني وسيادتك ادتني ورقه ب100 جنيه ومضيت لي عليها انا محتفظ بيها لغايه دلوقتي للذكرى طب رأفت هات لنا بقى جنب البيره شويه ترمس على شويه سوداني سخنين على شويه كاجو ها عشان دي الظاهر انها ليله حلوه ليله حلوه قوي عينيا يا باشا وانا كان عندي عزم من عطيه أنا كنت بحب عطية أوي. إزيك دلوقتي يا مدام مش كويسة الحمد لله. أحسن ميرسي أوي. لا 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 لا. أنا عايزك تبقي مؤمنة كده. لازم تكوني مؤمنة. لا 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 أنت بتعذبيني. كده أنت بتعذبيني. عايزك كده تبقي مؤمنة و ها؟ بس حبيبي. يا حبيبي يا هاشم.